في حلقة هذه الليلة من برنامج وراء الحدث نتابع: زيارة ديمستورا لدمشق لم تغير المواقف بشأن لجنة الدستور الجديد، ما هي التأثيرات على التسوية السياسية للأزمة؟ مناورات ضخمة للناتو في النرويج تثير حفيظة روسيا، ما هي الأهداف ودلائل التوقيت؟ سعى المبعوث الأممي إلى سوريا إلى اختراق في ملف لجنة كتابة الدستور السوري الجديد خلال زيارته لدمشق ولقائه مسؤولين سوريين. وزير الخارجية السوري وليد المعلم أكد لديمستورا أن مسألة الدستور تحت قيادة وملكية سوريا، باعتبار أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت دون أي تدخل خارجي. هل هو إعلان بفشل ديمستورا في إقناع الحكومة السورية برؤيته للجنة صياغة الدستور؟ أليست صياغة الدستور بالفعل شأنا سياديا سوريا دون تدخل خارجي؟ ولماذا ترفض الحكومة دخول أعضاء يعينهم ديمستورا في اللجنة ما داموا هم سوريين؟ وما هو تأثير أزمة لجنة الدستور على التسوية السياسية بشكل عام؟ نطرح هذه التساؤلات وأكثر على ضيوفنا في هذا الملف، لكن بعد هذا الفاصل. لم يسمع ديمستورا في دمشق ما يمكن أن يعتبره تغييرا في الموقف السوري بشأن لجنة كتابة الدستور المختلف عليها بين الحكومة السورية والأمم المتحدة والمعارضة. التقى ديمستورا مع وزير الخارجية السوري الذي أكد أن كتابة الدستور شأن سوري سيادي داخلي يقرره الشعب السوري دون أي تدخل خارجي. سمع ديمستورا أيضا أن إطلاق عمل اللجنة يجب أن يراعي مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارة مجلس الأمن المتمثلة بضرورة الالتزام القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها أرضا وشعبا. حاول ديمستورا تبديد تساؤلات الحكومة السورية حول الأشخاص الذين ستضمهم لجنة صياغة الدستور، حيث تنص خطة الأمم المتحدة على أن تضم لجنة صياغة الدستور 150 عضوا تختار دمشق ثلثهم، وهي نفس نسبة المعارضة والأمم المتحدة. وتطالب الدول الغربية المبعوث الأممي بالإسراع في تشكيل لجنة صياغة الدستور لإطلاق عملية سياسية لا تزال تتعثر في مواجهة الجهود الدبلوماسية الموازية والتي تبذلها روسيا وإيران وتركيا واستعادة الجيش السوري السيطرة على أغلب المناطق في البلاد. أرحب بضيوف هذا الملف معي في الاستوديو هنا في القاهرة، الدكتور محمد الشاكر أستاذ القانون الدولي. أهلا وسهلا دكتور. أهلاً محمد وسهلاً. وأرحب من دمشق بالعميد هيثم حسون المحلل الاستراتيجي، مرحبا بك سيادة العميد. وأبدأ معك، لماذا اتسمت إذن زيارة ديمستورا الأخيرة والوداعية كما وصفت يعني في مهمته، لماذا اتسمت بعدم النجاح أو بعدم التوفيق؟ طبعا في البداية تحية لك ولضيفك وللسادة المشاهدين. ديمستورا منذ أن تسلم مهمته كوسيط تخلى عن دور الوسيط واستند إلى أنه أو اختار أحد الطرفين ليكون معه. الأمر الآخر أنه كان يعتمد في تلقي المعطيات على الطرف الآخر وما يسمى بالمعارضة، وبالتالي هو دائما كان مغرر به من حيث الواقع الميداني والسياسي. الأمر الآخر أنه دائما كان يعتمد على أن يكون مع ما يسمى بالمنظمات الدولية التي سعت منذ البداية أن تكون طرف في هذا الصراع. الأمر الآخر أن ديمستورا
استلم منذ استلامه لمهمته مخرجات جنيف واحد ولجنة الحكم الانتقالي، ومن ثم لم يستطع أن يتطور ويطور موقفه بما يلائم التغيرات الميدانية والسياسية. الأمر الأخير أن ديمستورا عندما عقد مؤتمر سوتشي للحوار السوري طبعا، وتم تشكيل أو الاتفاق على تشكيل لجنة لمناقشة الدستور، حاول التلاعب بهذا المخرج والقول أن هذه اللجنة دستورية. كان الهدف للقيادة السورية والروسية، لكن أستاذ العميد هيثم اسمح لي، تمام، التشكيك في نزاهة الوساطة عند ديمستورا يعني، وهو الآن يودع هذه المهمة، أمر لا جدوى من ورائه يعني. خلينا فيما يتعلق أنتم تعاطيتم معه على مدى عامين على أي حال يعني، ولم يظهر هذا التشكيك إلا الآن، لكن فيما يتعلق بمسألة مخرجات سوتشي وعلى رأسها سلة الدستور، يعني ما الذي لم يعجب دمشق في زيارة ديمستورا الأخيرة؟ طبعا ديمستورا أراد من هذه اللجنة أن تكون عبارة عن طريق للوصاية على القيادة السورية والحكومة السورية، وبالتالي هذا الأمر لم تقبل به الدولة السورية، وهو بطبيعة الحال غير مخرجات سوتشي. في سوتشي كان القرار أن يكون مهمة هذه اللجنة مناقشة الدستور الحالي وإدخال تعديلات عليه بما يلائم اتفاق جميع الأطراف، بينما أراد ديمستورا والأمم المتحدة أو من يمثل من الأمم المتحدة في مجموعة القرار أن تكون هذه اللجنة لإعداد وصياغة دستور جديد، بينما تصر الدولة السورية على أن كل تعديل دستوري يجب أن يخضع للدستور الحالي، أي أن تكون تحت سقف الدستور الحالي وتحت الذي بطبيعة الحال هو يمثل المنظومة القانونية لكل ما تمثله القيادة السورية الحالية. وبالتالي عندما تعترف القيادة السورية أن هذا القانون أو هذا الدستور لا يمثل الشرعية، فهي تعترف بأنها هي غير شرعية، وهذا الأمر لا يمكن أن تقبل به القيادة السورية. بينما ديمستورا يريد أن يعيد تجربة برايمر العراق، أي أن يكون وصيا من خلال إعداد دستور أو إعداد شخصيات أو تحضير شخصيات يمكن أن تعد دستور للقيادة السورية للدولة السورية، يكون هذا الدستور على شاكلة دستور العراق أو لبنان، أي دستور أساسا يعتمد على الطائفية، وهذا الأمر لا يمكن أن تقبل به سوريا. طيب دكتور محمد الشاكر، هنا ما الذي كان مأمولا من ديمستورا في هذه الزيارة؟ بداية مساء الخير دكتور خالد. أهلا وسهلا بكم الأخوة المشاهدين وبضيفك الكريم. طبعا هي زيارة ديمستورا كان مأمول منها، ولو يعني كل المعطيات تشير على عودة ديمستورا يعني بالفشل يعني لأسباب كثيرة يعني. فشل هذه الزيارة بالتأكيد يعني مسألة تشكيل اللجنة الدستورية هي يعني خضعت منذ بعد مؤتمر سوتشي لكثير من التجاذبات يعني، خصوصا فيما يتعلق بعقدة أدلب يعني، وعقدة أدلب حرفت المسار الذي تمخضت عنه اللجنة الدستورية. سوتشي مسار أممي حضره ديمستورا شرعنا مسألة اللجنة الدستورية بحيث تكون كتابة الدستور شأن سوري كويس. ما حدث بعد أدلب يبدو هناك بعض التجاذبات الدولية والإقليمية يعني حرفت أو أفرغت سوتشي من مضمونه بصراحة يعني، وذهبت إلى تقصد بالأطراف الدولية هنا تركيا؟ أقصد تركيا بالضبط تحديدا. يعني تركيا استحوذت على أسماء المعارضة السورية بصراحة، وهي كانت طبعا وهي المعارضة سلمت القائمة ذات 50 اسم إلى تركيا. نعم، وتمخضت عن المعارضة 50 اسما يعني، صح بينها مكون لمنصة القاهرة ومكون لمنصة موسكو، ولكن لا يشكلون 8 أو 9 أو 7، لا يشكلون أمام 50 أو يعني 42 أو 41 يعني. القرار أصبح يعني، خصوصا وأن سوريا يعني مسألة التوجه التركي أصبح مسألة يعني حساسة لدى السوريين. نحن ننظر عليها كوطنيين يعني، ننظر لقضية المعارضة بأن تكون لا تكون معارضة يعني مرتهنة لقرارات خارجية. نحن نعرف بأن ما يجري الآن في سوريا هو منعطف خطير هذه اللجنة الدستورية، خصوصا وأن يعني الآن الأداء التركي هو أداء
مرعب بشأن سوريا. هناك عمليات تجنيس كبيرة للسوريين، هناك أصبحت الشوارع في شمال أدلب تسمى بأسماء خلفاء عثمانيين، ما يهدد بصراحة يعني يبدو وكأن الأمور. ها أيضا لأقول لك الخلاف الروسي التركي، أيضا تركيا تريد اتفاق أدلب. هنا دعني لا أتحدث بمنطق معارضة ونظام، دعني أتحدث كسوري وهمني وطني. تركيا تحدثت عن أن تكون الاتفاق أدلب طويلا، بينما روسيا أرادته مؤقتا. ما الذي يعنيه طويلا أمام عمليات التجنيس الجارية على قدم وساق بشكل يومي للسوريين، وأمام أيضا تغيير أسماء الشوارع والولاءات والحاكم والوالي في يعني الوالي الذي تعينه تركيا والذي يتحكم بمصير الشمال السوري. إذن نحن أمام تخوف من تكرار تجربة أخرى بأن تكون شمال أدلب يعني مجال حيوي لتركيا يشبه شمال قبرص. هذه إشكالية. طيب كيف انعكس على الدستور؟ انعكس على الدستور بأنه أفرغت يعني الآن. دعني أقول لك أي قرار يتعلق بمجموعة 50 التي خرجت من المعارضة، مع احترام للكثير من المواطنيين الموجودين داخل التشكيلة، يعني هي تشكيلة يعني لا يمكن أن تقدم سوى رؤية لصالح الرؤية التركية التي تريد أن تحقق مصالحها في إطار لعبة الأمم. هذا من ناحية. من ناحية ثانية دعني أيضا أقول لضيفك الكريم بشأن ما تحدث عن بأن الدستور شأن سوري سوري. نحن نعرف بأن الدستور شأن سوري سوري، وهذه الإملاءات التي قدمها النظام اليوم بأنه هي مسألة سيادية هي مذكورة بالقرار 2254 بالتأكيد، وهي مسألة سيادية بالتأكيد. ولكن نحن يجب أن لا نتناسى أننا أمام صراع عمره 8 سنوات ذهب فيه أكثر من نصف مليون شهيد، وتدمرت فيه البنية التحتية، وانفرط العقد الاجتماعي السوري. إذن هنا السؤال فقط أيضا أكمل هذه تفضل سريعا بس. إذن نحن لسنا أمام كتاب الدستور. اللجنة الدستورية، وأنا أتكلم من ضمن صلب اختصاصي يعني في القانون الدولي، في فقه القانون الدولي، مسألة بناء الدساتير عن طريق الأمم المتحدة لا تعني كتابة الدستور. الدستور لا يكتب إلا في سوريا وإلا يقرب أيضا بالبرلمان السوري. ما هي مهمة اللجنة الدستورية؟ هي الاتفاق، هي الانتقال من التوافق إلى الاتفاق على المبادئ العامة التي تحكم شكل الدولة. هذه المبادئ يجب أن تضمن وحدة سوريا. يعني أنت تقصد أنه الذي أفشل زيارة ديمستورا الأخيرة أنه ذهب إلى دمشق برغبات تركية أو رغبات غير سورية تشكك بالفعل أو تخل بالفعل بالسيادة السورية؟ يعني أنا من خلال الكثير من الاجتماعات التي تتعلق بحضرتها يعني التي تتعلق بمستقبل بنية الدولة السورية يعني ودعيت على الكثير من الاجتماعات يعني في أوروبا حول هذا الموضوع. يعني رأيت الكثير يعني من قوى تتحدث عن مسألة إضعاف المركز مقابل إعطاء سلطة سياسية أو شيء يشبه الفيدرالية في الأطراف، وهذه تهدد مستقبل الدولة السورية. عندما نضعف الدولة يعني أنا أقول لك يعني كقانوني ومن خلال قراءتي لجميع مراحل بناء الدساتير في العالم التي مرت فيها أمريكا اللاتينية أو جنوب أفريقيا أو كل مراحل الصراع، عندما يتم إضعاف المركز في مراحل ما بعد الصراع أو في مراحل الصراع، وخصوصا الدولة تكون هشة وتعطي سلطات للأطراف عن طريق الفيدرالية أو حتى لا مركزية مقابل نظام برلماني، هي مسألة خطرة أيضا. هذه تعطي القوى الأخرى سواء قوى النظام أو قوى المعارضة أن تستأثر، أو النخب السياسية أن تستأثر في أماكنها وأن تأتمر. طيب سيد هيثم حسون، هل هذا ما جاء به ديمستورا ودفع وليد المعلم إلى أن يقول أنه مسألة كتابة الدستور شأن سيادي؟ يعني ما الذي أخلى طبعاً بسيادة سوريا فيما جاء به ديمستورا إلى دمشق اليوم؟ طبعا ديمستورا كما ذكرنا في بداية الحديث أنه يمثل وجهة نظر واحدة، وباللجنة التي كان يفترض أن يتم تشكيلها أصر ديمستورا أيضا على أن تكون الهيئة العليا للتفاوض هي من يمثل ما يسمى بالمعارضة الخارجية، وبالتالي هو يريد أن يشكل هذه اللجنة أو هذه المجموعة 50 من ممن يمثلون المصالح التركية السعودية.
بينما الواقع يقول أنه توجد منصة القاهرة ومنصة موسكو، هؤلاء خارج اللجنة العليا للتفاوض وخارج مجموعة اسطنبول، وبالتالي كل هذا الأمر دفع الدولة السورية للقول بأن هذه المجموعة لا يمكن أن تكون مقبولة. الأمر الآخر أن مؤسسات المجتمع المدني التي يفترض أن تمثل أيضا بسلس اللجنة الكاملة، يعني بـ50، من سيقوم بتسمية أعضاء هذه المجموعة؟ ديمستورا أراد أن يكون هو من يحدد هذه المجموعة، وبالتالي تكون الأمم المتحدة، طبعا ليس الأمم المتحدة كمنظمة وإنما الأمم المتحدة كقوة تستقطب هذا الشخص، تكون هي من يمثل أو من يقرر ثلثي عدد اللجنة، أي 50 للمجتمع المدني والـ50 لما تسمى بالمعارضة الخارجية. الأمر الآخر أن ديمستورا تحديدا منذ عام لم يسمح له بالدخول إلى سوريا، وكانت الاجتماعات التي يحضرها ضمن مجلس الأمن أو ضمن المنظمات الدولية أو حتى في مؤتمر سوتشي كانت بكونه منتدبا من الأمم المتحدة، وليس لأن سوريا تريد أن تتفاوض معه، أي أن سوريا فقدت الثقة به منذ أكثر من عام تقريبا بعد أن تبنى بشكل كامل كل متطلبات وكل شروط الطرف الآخر وجعل من نفسه طرفا في الصراع بدل أن يكون ميسرا. يعني إذن سيد هيثم، أنه أفهم من هذا الكلام أنه الخلاف كان بين دمشق وبين ديمستورا على الأسماء، على قائمة الـ50 التي تقدمها المعارضة والـ50 الأخرى التي تقدمها الأمم المتحدة حسب ما نص عليه الاتفاق. لا، الموضوع لا يتعلق فقط بالأسماء وإنما يتعلق أيضا بطبيعة اللجنة وطبيعة مهام هذه اللجنة. ديمستورا يريد أن تكون هذه اللجنة هي من يشكل القرار، من يشكل الدستور، أي تعيد بناء الدستور، دستور سوري من كما يريد ديمستورا وكما تريد الولايات المتحدة والدول الأوروبية وتركيا. الدولة السورية تريد أن يكون هذا أو تكون مهمة هذه اللجنة هي مناقشة الدستور الحالي واقتراح التعديلات التي يتم الاتفاق عليها، ومن ثم يتم الاستفتاء على هذه التعديلات وإخراج هذا الاستفتاء عن طريق مجلس الشعب السوري البرلمان. ولكن بطبيعة الحال ديمستورا لا يمكن أن يقبل هذا الأمر، لأنه أولا ليس صاحب القرار، ثانيا هو مكلف بنقل وجهة نظر أمريكية. هو سيد هيثم للاستيضاح فقط، بأن يطلب من الدولة السورية هذا الأمر. تمام، للاستيضاح فقط دعني أسأل الدكتور محمد الشاكر، ألا ينص قرار 2254 على إعادة كتابة الدستور أم على تعديله؟ أما أن هذه النقطة غير واضحة في قرار مجلس الأمن. قرار مجلس الأمن الدولي 2254 واضح، قال تمهد لدستور جديد، ثم أن مسألة دستور جديد التي تتكلم عنها المعارضة أو بعض المعارضة ومسألة قول النظام مناقشة الدستور، أنا أراها من خلال عملية بناء الدستور هي عملية لا تقدم ولا تؤخر. لماذا؟ لأن مسألة عمل اللجنة الدستورية كما قلت لك هي ليست كتابة الدستور، إنما أولا الاتفاق على المبادئ العامة، المبادئ العامة التي تحكم الدولة والتي تبدأ حسب القرار 2254 بإصلاح المؤسسات. إصلاح المؤسسات ما الذي يعنيه؟ يعني تطبيق المادة 4 من القرار 2254 التي تضمنت حكم مشترك بين النظام والمعارضة، حكم مشترك ذي مصداقية بين النظام والمعارضة، وتحدث قال حكم ولم يقل حكومة. إذن هي مسألة سواء كانت مناقشة أو كتابة دستور جديد، أنا أراها في الفقه القانوني واحد. لماذا؟ لأن الدستور السوري بالأساس الحالي هو أكثر من 90% هو دستور خاضع للمعايير الدولية. تبقى مسألة طب مدام خاضع للمعايير الدولية، ما هي مشكلة المعارضة معه؟ المشكلة بكيف كيف تفعل بأن تجعل هذا الدستور يعني مادة حقيقية لأن تطبق على أرض الواقع من خلال إصلاح المؤسسات. ما الذي أقصده بإصلاح المؤسسات على أساس الحكم المشترك الموجود في المادة 4 في القرار 254، أي والذي تضمن الحكم المشترك، أي عندما يتم الاتفاق على المبادئ العامة يتفق بين النظام والمعارضة على شكل نظام الحكم، يتفق بين النظام والمعارضة على
استقلالية القضاء، كيف تشكل مثلا المجلس الدستوري، كيف يشكل من النظام والمعارضة، كيف يتم بناء جيش وطني، هو أحد مخرجات سوتشي. كيف وأصدرت الحكومة السورية. دكتور محمد، أنا سأتي إلى هذه النقطة لأنها تحتاج إلى مزيد من الإيضاح الفني، لكن أعود إلى هيثم حسون مرة أخرى. سيد العميد هيثم، يعني البعض يقول هنا أنه دمشق تحدثت عن السيادة والإخلال بالسيادة مع ديمستورا عندما مثلا نقل وجهة نظر تركيا أو وجهة نظر السعودية، لكن لا تتحدثون عن السيادة عندما ينقل وجهة نظر روسيا أو إيران مثلا. الوضع مختلف تماما. روسيا وإيران دخلت إلى القيادة إلى سوريا بناء على طلب من السلطة الشرعية التي تمثلها القيادة السورية، بينما تركيا وباقي الدول هي محتلة لأجزاء من الأرض السورية. لا يمكن أن يتم مقارنة الوجود الروسي والإيراني والوجود لكل حلفاء سوريا الذين تم طلبهم من السلطة الشرعية والقانون الدولي يكفل لهذه السلطة حق الاستعانة بمن تراه للحفاظ على استقلال وسيادة البلاد، بينما الأطراف الأخرى هي محتلة، هي مغتصبة لهذه الأرض، وجودها وجود غير شرعي. وأريد أن أؤكد، أعود قليلا إلى شروط ديمستورا. هذا ديمستورا عندما أتى إلى سوريا أيضا أتى يحمل مخرجات لجنة الدول الصغيرة أو المصغرة، أي الخماسية، الأردن والسعودية والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا. هذه اللجنة التي طلبت بأن يكون كل ما يجري لإعداد الدستور وتشكيل الهيئة المؤقتة للحكم خاضع لقرار في مجلس الأمن، أي يتم فرض وصاية على الدولة السورية، ونحن نعلم أشكرك. أن هذا الأمر لا يمكن للدولة السورية تقبل به. العميد هيثم حسون المحلل الاستراتيجي كان معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك، وأستكمل ما تبقى من هذا الملف مع الدكتور محمد الشاكر. دكتور محمد، أعود إلى هذه النقطة الفنية. لا اتفاق سوتشي نص ولا 2254 نص على بشكل حاسم على مسألة كتابة الدستور جديد أو تعديل الدستور الحالي، واضح أن المسألة متروكة بشكل مرن. يعني لا، هو القرار 2254 تضمن يمهد لدستور جديد، يعني هناك يعني تعديل لجنة تمهد لدستور جديد، إجراءات تنفيذية تمهد لدستور جديد، ما الصياغة أيضا مطاطة. لا بس الصراعات المسلحة، نحن معرض صراع عنيف، احنا مش بحاله طبيعيه بسوريا حتى يجي البرلمان يضع تخرج منه لجنه لصياغه الدستور يصاغ الدستور وانتهى الموضوع. نحن بمعرض صراع عنيف، وهذه بناء الدساتير في معرض صراع عنيف له اولويات خاضعه في اطار الامم المتحده. الان الامم المتحده ولما صدر القرار 2254 وافقت عليه جميع الدول، ووافق عليه النظام ايضا، ووافقت عليه المعارضه. اذا لا احد يتحدث بسياده واخرى وتدخل، وانه القرار اذا تدخل بتشكيل اللجنه الدستوريه معناته كما تحدث ضيفك معناته تدخل بالسياده السوريه. قبلت فيه جميع الاطراف بما فيها سوريا، يعني النظام السوري قبل بالقرار 2254 والمعارضه قبلت بالقرار 2254، ولكن حاله الشد والجذب بين النظام والمعارضه ومن يقفر هما بصراحة التي أوصلت الحالة السورية إلى هذه الحالة. مسألة الدستور السوري، أنا أقول لك مسألة دستور جديد أو مسألة مناقشة الدستور هي مسألة واحدة. الأهم أنه يجري الاتفاق، وليس هو أحد شروط النظام هنا أو شروط الحكومة السورية، يعني كما قالها أو نقلها السيد هيثم حسون، أنه ديمستورا يتحدث عن دستور جديد بينما هم يريدون تعديلات على الدستور الحالي. هذا شيء طرأ جديد، يعني ليش ديمستورا لما يتحدث عن دستور جديد في سوتشي، وهو الذي حضر سوتشي وأكد وبارك مخرجات سوتشي التي تحدثت عن مناقشة الدستور الحالي. مخرجات سوتشي التي شرعت الآن المسار، الآن مسار العملية السياسية بسوريا انتهى، لم يعد هناك سوى العملية الدستورية، اختصرت العملية السياسية في سوريا. الآن تختصر العملية السياسية في سوريا بعمل اللجنة الدستورية، العملية الدستورية. العملية الدستورية شرعنت بمؤتمر سوتشي، وأصبح سوتشي هو المسار السياسي لعمل اللجنة، ما يعني أن سوتشي أصبح هو المسار السياسي للعملية السياسية برمتها، وهو المفترض أن يمهد للمسار السياسي. نعم. طيب، أما وإنه لجنة الدستور الآن تعطلت في ضوء فشل أو إخفاق ديمستورا في زيارته الأخيرة لدمشق، ما هي الخطوة التالية؟ يعني ما هي الرؤية هنا؟ أنا أعتقد بأنه إذا وخاصة أنه ديمستورا ماشي الراجل، يعني خلاص أنهى مهمته. يعني أعتقد إذا هناك رغبة حقيقية من الطرفين، خصوصا أنه حتى الهيئة العليا للمفاوضات
قبلت بمخرجات سوتشي. الآن الخمسين اللي تشكلوا لم تستحوذ عليها الأطراف التي ذهبت إلى حضرت، الذين حضروا إلى سوتشي، الذين حضروا سوتشي لم يتمثلوا في الخمسين، خمسين المعارضة لم يتمثلوا. والمعارضة كانت تعتبر من يذهب إلى سوتشي، الهيئة العليا للمفاوضات كانت تعتبر من يذهب إلى سوتشي خائن. نعم. وحكوها على وسائل الإعلام. لم يكن والآن هم والآن هم يستأثرون بأسماء اللجنة الدستورية. إذن المسألة مسألة ارتهانات وتجذبات سياسية. إذا كانت المعارضة جادة وإذا كان النظام جاد بإنقاذ سوريا من كارثة أكبر مما نحن فيه وإعادة الصراع إلى مربع الأول، متى ما قبل الطرفان بمخرجات سوتشي، مخرجات سوتشي واضحة تضمنت مناقشة الدستور الحالي أولا، واثنين بناء جيش وطني، وهكذا حلينا مسألة العسكرة وحلينا مسألة العملية. طيب هنا السؤال ما زال قائم، يعني الرؤية هنا للمسار السياسي غير واضحة. أنا أعتقد لا أعتقد بالنهاية المسار السياسي سيسير نحو لجنة دستورية تتمخض عنها تفاهمات الأطراف، وأعتقد أنه لقاء القادم بين بوتين وترامب سيفكك جميع الأمور، وأن اللجنة الدستورية ستخرج قبل نهاية هذا العام، يعني وستكون مسارا حتميا لجميع الأطراف مع مبعوث جديد طبعا بعد مع مبعوث جديد. لكن هل من الممكن أن الحكومة توافق على قائمة المعارضة، على قائمة الخمسين؟ لا، هذا لسه بصراحة مسألة الخمسين لم تحسم حسب الثلث الثالث عدد الأسماء. ربما قد يأتي الثلث الثالث، ربما منظمات ربما يتقاسمها النظام والمعارضة وتصبح الثلث الثالث اللي هو المفترض تضع أسماء الأمم المتحدة، اللي على أساس تكون أسماء الأمم المتحدة ربما يعني. لا أنا بتكلم عن قائمة المعارضة، الخمسين المعارضة. حتى هذه اللحظة خمسين المعارضة هي الخمسين يعني هي القائمة التي تعتبر يعني سيرشح منها أعضاء اللجنة الدستورية إلى الآن. حتى الآن الخمسين إلى الآن هي الخمسين التي قدمتها تركيا، يعني هذا الواضح يعني للعيان. يعني هناك مخرج آخر، يعني هناك مخارج كثيرة حتى قانونية، يعني مثل ماذا؟ مثل يعني أن تشكل هيئة عامة الخمسين معارضة وخمسين مجتمع وخمسين دمستورة وخمسين نظام، جميعها يتشكل منها هيئة عامة من 150، وهي تسمى اللوجركا، طبقتها طبقت في أفغانستان وأيضا في جنوب أفريقيا. هذه 150 تشبه برلمان مصغر، يتمخض منها، ينتخب منها لجنة مصغرة لكتابة الدستور من التقنيين، وهؤلاء تصبح عملية ديمقراطية عن طريق التصويت كل ما يتعلق بمستقبل الدستور السوري. وأنا طرحت هذه أيضا لمكتب دمستورة وفي الكثير من الاجتماعات، أنه كثير من الصراعات استطاعت أن تعبر عن طريق هذه اللجنة. أما إذا بقينا على لجنة مصغرة، يعني لاحظ الآن، منذ الآن بدأ النظام يتحدث بسقوف عالية، وبدأت المعارضة تتحدث بأنه النظام يعطي شروط. إذا بقينا على هذه اللجنة المصغرة أعتقد سنعود على مربع المفاوضات العقيم التي تعاني منه الأزمة السورية. شكرا لك دكتور محمد الشاكر أستاذ القانون الدولي، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا بك. مشاهدينا إذن متواصلون معكم في برنامج وراء الحدث لهذه الليلة، ونتابع بعد هذا الفاصل. مناورات ضخمة للناتو في النرويج تثير حافظة روسيا، ما هي الأهداف ودلائل التوقيت؟ 50,000 عسكري معززون بوسائل ومعدات ضخمة في النرويج يباشرون أكبر مناورات يجريها حلف شمال الأطلسي منذ نهاية الحرب الباردة في عرض قوة يثير حافظة روسيا. الهدف المعلن لهذه المناورات التي تستمر حتى 7 من الشهر المقبل هو تدريب قوات الحلف على إنقاذ أحد أعضائه. هل هناك أهداف أخرى؟ ولماذا تتم بهذه الضخامة في العدد والعتاد؟ وما علاقة روسيا ولماذا تتحفظ عليها؟ وما دلالة التوقيت؟ نطرح هذه التساؤلات وغيرها على ضيوفنا في هذا الملف، لكن بعد هذا التقرير. المناورة الأكبر منذ الحرب الباردة في شرق النرويج بالقرب من الحدود مع روسيا. حوالي 65 سفينة و250 طائرة و10,000 عربة و50,000 عسكري من كل الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى فنلندا والسويد. أمين عام الناتو يانس شتودنبرغ
قال إن المناورة تحمل رسالة واضحة إلى أي خصم محتمل، وتأتي للتأكيد على استعداد الحلف للدفاع عن جميع الحلفاء ضد أي تهديد، وانتقد سلوك روسيا فيما يخص المعاهدات النووية. يتفق جميع الحلفاء على أهمية معاهدة الأسلحة النووية، وهذا سبب اهتمامنا الشديد بالسلوك الروسي، ولكن في الوقت نفسه نعلن بوضوح أن التفسير الأكثر معقولية هو أن روسيا الآن تنتهك المعاهدة، وبالتالي فإن التحدي أصبح يتمثل في السلوك الروسي الذي رأيناه على مدى سنوات عديدة، وبالتالي لا يمكننا عقد معاهدة بين طرفين لا يحترمها أحدهما. نائب وزير الدفاع الروسي قال إن النشاط العسكري للناتو يحمل طابعا عدائيا واضحا ضد روسيا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن الدول الرئيسية في حلف الأطلسي تعزز وجودها العسكري في المنطقة على مقربة من الحدود الروسية، وإن مثل هذه الأعمال غير المسؤولة ستؤدي حتما إلى زعزعة استقرار الوضع السياسي والعسكري وإلى زيادة التوتر، وتوعدت باتخاذ التدابير الضرورية للرد. المعاهدات النووية التي بدأت واشنطن بالحديث عنها والتأييد الأوروبي للموقف الأمريكي علاوة على ردود الأفعال الروسية القوية تجاه التصريحات، تضاف إليها هذه المناورات التي يرى مراقبون أنها تأتي في إطار التصعيد الأمريكي الغربي ضد روسيا وتعمل على توتير الأجواء أكثر فأكثر. أرحب بضيفي هذا الملف من بروكسل. ينضم إلينا الأستاذ حسين الوائلي الصحفي المختص بشؤون الاتحاد الأوروبي. مرحبا بك أستاذ حسين. وأرحب من موسكو بالسيد قسطنطين تريتسيف كبير الباحثين في معهد الاستشراق الروسي. مرحبا بك سيد قسطنطين. وأبدأ معك أستاذ حسين. أستاذ حسين، يعني سؤال تمهيدي في البداية، يعني ربما يؤسس لكلامنا في هذا الحوار، برغم الخلافات التي تعصف بحلف الناتو والخلاف القائم بينه وبين الجانب الأمريكي، كيف اتفق على إنجاز هذه المناورات، يعني وفي أي إطار جاءت هذه المناورة؟ أستاذ حسين، أستاذ حسين أنت معي؟ أستاذ حسين الوائلي. طيب، ريثما يتم تجهيز التواصل مع الأستاذ حسين، أتحول إلى الدكتور قسطنطين تريتسيف في موسكو. سيد قسطنطين، الرد الروسي أو رد الفعل الروسي الرسمي على هذه المناورات هو إبداء الانزعاج والقلق. لما القلق الروسي من مناورات مثل هذه وهي مناورات دفاعية كما قال عنها حلف الناتو؟ يعني مناورات دفاعية، ولكن هناك نوع من الاستفزاز فيها، لأنها أكبر مناورات منذ الحرب الباردة كما أكدت في يعني كثير من التعليقات، ولذلك القلق طبعا موجود. وهذه المناورات تجري في ضوء ازدياد حرب العصابات ما بين روسيا والغرب. وحرب العصابات هو يعني كالعادة ذلك الحرب الذي ينتصر فيه ذلك الذي تكون عصاباته أقوى. ماذا تقصد بحرب العصابات سيد قسنطين؟ حرب العصابات يعني أنه هناك أكثر من الاستفزاز. الاستفزازات حول سكريبال، الاستفزازات حول سوريا، الاستفزازات حول أوكرانيا بما في ذلك التصريح الأخير للسيدة ماغريني اليوم. لكن وجه الاستفزاز هنا في هذه المناورات هو
كبر العدد وحجم العتاد الذي أشرت إليه، أم قرب هذه المناورات من الجوار الروسي في النرويج؟ الاثنين، يعني سواء كان الحجم وكذلك قرب من المساحة، من المساحات الروسية، من الحدود الروسية. ولذلك طبعا وزارة الخارجية عبرت عن القلق، إنما أعتقد أنه القوات العسكرية الروسية مستعدة لأن يعني تكون مهتمة بما يحدث. تمام، أعود إلى الأستاذ حسين الوائلي لعله يسمعني الآن بوضوح. أستاذ حسين في بروكسل، أستاذ حسين كنت قد سألتك في البداية، برغم الخلافات التي تعصف بحلف الناتو وخلافه القائم مع الجانب الأمريكي أقدم على مثل هذه المناورات، يعني كيف اتفق على هذه، على إجراء هذه المناورة، وفي أي إطار إذا تأتي هذه المناورات؟ أولا يجب العودة خصوصا في علاقات حلف شمال الأطلسي، هو العلاقات الأمريكية الأمريكية الداخلية ما بين الإدارة الأمريكية وكذلك ما بين البنتاغون، وبالتالي هذه الاستراتيجية الدفاع هي تماما منفصلة عن إدارة البيت الأبيض على الرغم من أنه هناك إشراف كامل. ولكن نريد أن نقول بأنه ماتس يعني وكذلك الإدارة الأمريكية ربما اتفقوا لأول مرة بأنه أن يضغطوا على حلف الناتو فيما يتعلق بالميزانية وكذلك فيما يتعلق بشراء مجموعة من الحزم التكنولوجية العسكرية الحديثة على الأعضاء، فبالتالي أقنعوا الحلفاء بأن تكون هذه المناورات هي حماية. وهناك أيضا أغلبية في داخل الحلف يؤيد بأن تكون هناك مناورات عسكرية، كما تعلمون بأنه هناك الجزء الآخر من أوروبا الشرقية التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق يؤيد أن يكون هناك عملا عسكريا أو على الأقل عسكر على الحدود الروسية الأوروبية الشرقية، فبالتالي يأتي في هذا الإطار. هنا نقطة الالتقاء ما بين الأطراف بأنه أن تكون مناورات تكون حماية للحدود الأوروبية. الكتلة الليبرالية التي هي تعتقد دائما حتى في أوروبا في البرلمان الأوروبي في الاتحاد الأوروبي في الناتو بأنه تعتقد دائما بأنه العدو الأساسي لأوروبا هم الروس، فبالتالي يشتركون هذا التخوف مع الاستراتيجية التي يرسمها البنتاغون بأنه دائما الدفع باتجاه استراتيجي عسكري اتجاه الروس، فبالتالي أتت هذه المناورات أن تكون هي الهدف الأسمى منها هو الحماية للأراضي وكذلك عدم وجود تهديد حقيقي للحلف كمؤسسة عسكرية وكذلك إلى الجغرافيا الأوروبية التي تمثل الاتحاد الأوروبي. يعني هو أي نوع من أنواع التهديد؟ أستاذ حسين، أي نوع من أنواع التهديد هنا أجريت هذه المناورة من أجله؟ يعني الكلام الواضح في التصريحات الرسمية أنه يتكلم عن عدو مجهول، يعني لا يتحدث عن طرف بعينه، لكن هناك شواهد كثيرة تقول أنه يقصد روسيا تحديدا. هل هذه الشواهد صحيحة في استنطاقها؟ طبعا يقصد روسيا، طبعا بكل تأكيد. نعم 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 صحيحة. والروس هو لماذا تخوف؟ فقط أعطيك معلومة بأنه هناك جيب اسمه كيلينغراد، وهذا جيب موجود في بين بولندا في داخل الأراضي البولندية ولكن هو تابع للسيادة الروسية. هنا الروس العام الماضي نشروا مجموعة من القواعد العسكرية أو مجموعة من الصواريخ النووية المتوسطة في هذا الجيب اسمه كيلينغراد. أدان حلف الناتو والاتحاد الأوروبي وكذلك الكتلة الأوروبية بأنه بالفعل هذا خرق لجميع المعاهدات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وكذلك الأوروبيين من جهة والروس من جهة أخرى. فبالتالي هذا التهديد يعني متوفر موجود على أرض الواقع، ولهذا السبب نرى بأنه هناك عسكر على الجانبين. هناك 40,000 جندي من حلف شمال الأطلسي متعسكر الآن في الحدود الأوروبا الشرقية خصوصا من رومانيا وكذلك من دول أوروبا الشرقية، وكذلك هناك آلية عسكرية تفوق 200 مدرعة يعني مجهزة بأحدث الأجهزة التكنولوجية الروسية بالجانب الآخر من الروس. ولهذا السبب هو لم يأتي الخوف، خوف الأوروبيين في الداخل تحديدا لم يأتي من فراغ، لا هناك تواجد عسكري على الحدود الأراضي، ولكن هو ضمن الحدود الأراضي المتاحة والمعترف بها دوليا تحت السيادة الروسية ولكن على مقربة، وهذا بحد ذاته هذا خرق
أكيد لجميع المهدد. ولهذا السبب نأتي بالطرف الآخر، لأنه ترامب عندما قرر بأنه ينسحب من معاهدة القوات النووية المتوسطة الحجم التي عقدت في 1987، هو هذا الذي يدفع البنتاغون. أنا كنت سأسألك عن هذه النقطة أستاذ حسين، هل من رابط بين انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ متوسطة المدى وبين هذه المناورة، أم أن تجهيز هذه المناورة سابق على القرار الأمريكي؟ أنا أعتقد أنه هناك رابط أكيد، يعني إعلانها ما بعد يعني قبل المناورات، وكذلك المناورة في الحديث والدبلوماسية يبدو لي جون بولتون كان موجودا عند الروس وأعطاهم استراتيجية الأمريكية التي ربما ستنسحب من هذه المعاهدة، المعاهدة التي ذكرتها وهي معاهدة القوات العسكرية النووية المتوسطة التي وقعت في 1987، التي تقول بأنه سحب جميع القوات الصاروخية النووية من الأراضي الأوروبية. بمعنى إذا سحبت الولايات المتحدة الأمريكية سيكون هناك انتشار للقوات النووية على الأراضي الأوروبية، وهذا ربما سيكون تصعيد خطير وإعادة الجميع إلى الحرب الباردة. والأكثر كارثة من هذا الموضوع هو أنه الآن الصواريخ هي كلها صواريخ ذات تكنولوجيا، يعني ذات تكنولوجيا حديثة ومزودة، ربما قد تكون أكثر دمارا من التي انتشرت في عام 1987. فيبدو لي بأنه هناك رابط ما بين الاثنين، أنه يجب الانسحاب من هذه الانسحاب من المعاهدة، وبالتالي أن تكون هناك مناورات ويكون هناك تخوف، وبالتالي يعني نحن نعلم حتى هنا في أوروبا يجب خلق هذا العدو الموجود هو العدو الروسي على الحدود الأوروبية الشرقية. يعني هذه سمة أمريكية أكثر منها أوروبية على الاتحاد، مسألة خلق العدو هذه. لكن سأعود عليك أستاذ حسين، لكن بعد أن أسأل السيد قسطنطين هنا، سيد قسطنطين لماذا تقلق روسيا؟ أعود إلى القلق الروسي الذي عبر عنه بيان الخارجية الروسية، لماذا تقلق روسيا وهي بالفعل قامت قبل هذا التاريخ بأكبر مناورات في تاريخها، وهي مناورات فوستوك 18؟ أي نعم هي أصغر من مما يجري الآن في مناورات حلف شمال الأطلسي، لكنها تعتبر في تاريخ روسيا تعتبر الأكبر من نوعها. لماذا هي حلال على الروس وحرام على حلف الناتو؟ لكن المناورات الروسية كانت بعيدة بآلاف الكيلومترات من الحدود الأوروبية الغربية، هي كانت في سيبيريا وشرق الأقصى. فهذا هو الفرق. وبهذا القلق طبعا له ورطية، ولكن إضافة إلى ذلك أنا أحب أن أوافق مع زميلي من بروكسلز عندما يقول أنه هناك ربط ما بين انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى وبين هذه المناورات، لأنه بالتالي الأمريكان يحاولون أن يربطوا الأوروبيين أكثر في انضباط الداخلي للحلف الأطلنطي، أخذا بعين الاعتبار أنه هناك خوف كبير في أوروبا، لأنه في حالة انسحاب الولايات المتحدة من هذه المعاهدة روسيا ستكون كاسبة يعني من هذا الانسحاب، لأن هذا يعطي لها حرية لتطوير صواريخ متوسطة وقصيرة المدى. طيب سيد قسطنطين، يعني حلف الناتو دعا موسكو لأن تكون يعني مراقبة لهذه المناورات، وهو طبعا وهي دعوة على سبيل التطمين. لماذا اعتبرت موسكو، أو طبعا موسكو لم تلبي هذه الدعوة أولا، ثانيا لماذا تعتبر موسكو هذه الدعوة غير كافية كمطمئن لها من هذه المناورات وخطرها الذي تقلق منه روسيا؟ فأعتقد أنه هذا كذلك جزء من ما أسميها بحرب الأعصاب، لأنه يعني أنا ما فيش عندي تفاصيل كاملة، ولكن يبدو لي أنه الظروف والشروط لدعوة روسيا إلى رقابة هذه المناورات
كانت يعني روسيا مش مبسوطة من هذه الشروط. يعني ماذا تريد موسكو كأكثر من ذلك على سبيل التطمين؟ يعني ما هي التطمينات التي ترغب بها موسكو إزاء هذه المناورات حتى لا تقلق كل هذا القلق؟ شوف، هناك إذا كانت المناورات موجودة بقرب الحدود، هناك دائما خطر لأن يحدث شيء مفاجئ مثل ما حدث قبل فترة في إستونيا، عندما يعني طائرة إسبانية أطلقت النار بصاروخ صدفة بشكل مفاجئ، والحمد لله الصاروخ لم يصل الحدود الروسية. هذه المفاجآت هي التي ممكن أن تحدث في مثل هذه المناورات. وهذا هو ما يقلق روسيا فقط؟ يعني هو طبعا أمر استثنائي، يعني قد يحدث وقد لا يحدث، لكن ليس فقط هذا، ولكن هذا يجري في ظروف اشتداد التوتر في أوكرانيا خاصة، وفي في حالة تزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة، وازدياد التوتر في منطقة دونيتسك كذلك، والآن يعني ازدياد التوتر حول بحر الأزوف، عندما السيدة موغريني هددت روسيا بأن يعني السفن للخلف الأطلنطي ممكن أن تحاول أن تدخل بحر الأزوف الذي يعتبر بحر داخلي لروسيا وأوكرانيا، يعني هناك ربط بين كل هذه الأشياء. تمام. ففي مثل هذه الظروف يعني المناورات مثل هذه ممكن أن تشكل شيء من التحضير لبعض الأشياء الجديدة الأخرى. تمام أستاذ حسين، يلفتني هنا تصريح لقائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا الأدميرال جيمس فوج، وقال إن الحلف والولايات المتحدة يتصديان لتحديات إقليمية نابعة من جيش روسي أكثر عدوانية، وأنت أشرت منذ قليل إلى أنه الناتو كثف من وجوده في أوروبا منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014. هل نحن بإزاء شكل آخر من أشكال الحرب الباردة؟ يعني إذا انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة القوات النووية المتوسطة الموقعة في 87، يبدو لي بأنه سندخل في مرحلة جديدة هي ليست الحرب الباردة ولكن أشبه بالحرب الباردة. الهدف الأسمى هو سباق التسلح، وربما ستكون الجغرافيا الأوروبية هي الهدف الوحيد وهو الخاسر أيضا في هذا التنافس ما بين طرفين، يعني ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك ما بين الروس. ولكن السؤال الأهم هو أنه كل الاستراتيجية العسكرية هي خارج عن إدارة ترامب، بمعنى أنه ماتس هو الذي يرسم استراتيجية البنتاغون. السؤال الأهم هنا هو إلى أي مدى بأنه ماتس سيبقى خلال الشهرين القادمين في وزارة الدفاع. هناك حديث يقول بأن هناك خلاف عميق ما بين الطرفين، ما بين نعم يقال أنه سيغادر منصبه. فيبدو لي إذا ما كان هناك انسحابا يبدو لي بأنه ستكون مرحلة ليس يعني مرحلة الحرب الباردة ولكن أشبه بالمرحلة الباردة، هي يعني صراع تكنولوجي حديث على المستوى العسكري. أعتقد بأنه سيكون في حقيقة تصعيد عسكري خطير، وسيكون هناك التهاء إن صح التعبير ما بين قوتين عسكريتين على وجه الأرض، هي الروس وكذلك الأمريكان. شكرا لك أستاذ حسين الوائلي الصحفي المختص بشؤون الاتحاد الأوروبي من بروكسل، وأشكر من موسكو السيد قسنطين تروتيسيف كبير الباحثين في معهد الاستشراق الروسي، شكرا لكما. وأشكر لكم مشاهدينا حسن المتابعة، وألقاكم وحلقة جديدة من برنامج وراء الحدث، إلى اللقاء.